بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في كورس الفاونديشنز انجينيرينج 2. إن شاء الله النهاردة هنكمل الاستابيليتي بتاع الريتينينج وول، وده جزء 12 من شابتر 7 في ديزاين اوف ريتينينج وول. طيب، زي ما تعلمنا المرة اللي فاتت يعني ايه اوفر تيرنينج او يعني ايه انقلاب، عايزين نعرف يعني ايه سلايدنج. ببساطة خالص، سلايدنج يعني انا عندي حيطة هنا، والحيطة دي نتيجة الأحمال الأفقية ديت هي مش هتلف، لو لفت يبقى اسمها أوفر تيرنينج، لا، هيحصل لها سلايدنج بالشكل كده، حصل لها انزلاق بالشكل ده. فعشان برضك نفس الفكرة أو الكونسبت بتاعي، هشوف مين اللي بيسبب هذا الانزلاق. اللي بيسبب الانزلاق مين؟ لو أنا عندي هنا سيريت شارج فيديني مين؟ مستطيل، وادي المثلث بتاع التربة، فيبتدي عندي فورس هنا وفورس هنا، الفورسين دولت هم دول اللي بيسببوا لي مين؟ الانزلاق. ولكن مين هاللي بيقاومه؟ اقول له تعالى بقى واحده واحده. هتقول لي الاحمال دي راسيه والقوه اللي بتسبب كده، يعني لازم التانية عكسها. هقول لك هنجيبها ازاي. هي بتعتمد على الاوزان اللي عندي، تحسب الاوزان دي كلها خلاص، وتحسب برضك الباسيف ايرث بريشر الناحيه دي. لكن الاحمال الراسيه دي عشان احولها لحمل افقي بالشكل ده، فبضربه في حاجه اسمها تان دلتا او ميو، اللي هو الكوفيشن اوف فريكشن ما بين مين السويل وما بين مين الخرسانه. ده تقريبا بيتاخد يا اما تلتين يا اما تلات ارباع. يبقى انا اقدر احول الاحمال الراسيه كلها للحمل مين الافقي ده. المنطقي ان ايه؟ ان لازم القوه ديت مع القوه دي تكون اكبر من ديت بقد ايه؟ قال لك بقد 1.5. يعني ايه؟ يعني انت بتجيب الفاكتور اوف سيفتي للسلايدنج عباره عن الباسيف ايرث بريشر اللي احنا خلاص جبناه، زائد ميو في سيجما مين فيرتيكال اللي قدامي على الاكتيف ايرث بريشر. ايه اللي يحصل؟ لازم يكون كام؟ 1.5. دي تعتبر كافيه في في السلايدنج. طب لو كانت ان سيف نعمل ايه؟ بنعمل حاجه اسمها كي. الكي ده يعني ايه؟ يعني زي ما تقول انا بروح ازرع الايه؟ شايفين القصه بتاعتي هنا؟ زرعت مين؟ زرعت جزء من الريتينينج وول في مين؟ في السويل، بحيث ان هي ايه ما تخليهاش تتزحلق بالشكل ده. طب لو زرعته دوت ابتدي اعمل التشيك بتاعي ازاي؟ ادي مين؟ الكي بتاعي. الكي دوت عشان ابتدي احسب، هبتدي احسب اول حاجه مين اللي بيسبب الانزلاق؟ قوه الايرث بريشر، بس للاخر بقى مش لحد هنا بس. ادي الايرث بريشر بتاعتي هنا، ده الايرث بريشر. المشكله كلها في مين بقى؟ في المقاوم. عشان احسب بقى المقاوم بتاعي هنحسبه ازاي؟ اولا عندك الاوزان دي موجوده كلها، لسه حاسبينها من شويه صح، وعندي كمان القوه الافقيه، اروح اجيب الريزلتنت بتاعته ماشي، او براحتك ممكن تعمل ايه؟ ممكن تاخد الاوزان دي كلها وتقول هي دي الفيرتيكال بتاعتي ودي هوريزونتال صح. لو عايز تجيب الار، الار بيساوي مين؟ الجذر التربيعي ل اتش سكوير زائد في اي سكوير زي ما خدت في الاستاتيك. طب هعمل بيها الفي او الار ده ايه؟ ان انا عايز اعرف مكان تاثير المحصله فين. طب اجيبه ازاي الكلام دوت؟ اقول له والله خد المومنت حوالين النقطه ديت، هقول له عباره عن القوه المومنت ناقص المومنت، المهم اقدر عزم المحصله حول نقطه بيساوي عزم ها كل القوه حوالين نفس النقطه، يبقى اقدر اطلع قيمه مين؟ اكس بتاعتي. ليه بجيب اكس؟ عشان اشوف مكان المحصله بتترحل عن السنتر بتاعي مسافه اسمها اي، وطالما ترحلت عند اي يبقى الاستريسز تحت القاعده هيبقى مختلف. هنا عباره عن الفي اللي هي الفورس بتاعتي اللي هنا هنا ماشي، على البي اللي هي العرض بتاعي، زائد 6 في الفي، الفي برضك عندي في الاي على بي سكوير. او ممكن اقول ايه؟ لو خدت في على البي عامل مشترك هيتفضل لي مين؟ 1 زائد ها 6 اي على مين؟ على اي. وانت فاكر القانون ده خدناه قبل كده. طيب ده 1 بالزائد احطه هنا، 1 بالناقص احطه هنا. طب وبعدين؟ اقول له تعالى بقى عشان نحسب ده كله اللي هي القوه المقاومه، هنحسب المساحه بتاعتي او الاستريسز. طبعا تعرف تحسب الاستريسز عند النقطه ديت، وده الاستريسز الاولاني اللي احنا جايبينه هنسميه واي 1، وهنا الاستريس الثاني اسمه واي 2، واحسب الواي 3 اللي هي عندي دي. اجيبها ازاي؟ فاكرين كنا بنقول ان واي 3 بيساوي واي 2 زائد مين؟ ها واي 1 ناقص واي 2 في مين؟ في بي ناقص اكس، عشان واخدها من الناحيه دي على بي. جبنا مين؟ البي دي. هجيب المساحه بتاعت الايه؟ البي 1 اللي هنا، واجيب المساحه بتاعت مين؟ البي 2. ازاي؟ بي 1 ده زائد ده على 2، ده ها ممكن اقول ده زائد ده على 2 في المسافه. او مش انت عندك الفي؟ اقول لك الفي ناقص البي 1 طلعت مين؟ البي 2. طب وهعمل بيهم ايه المساحات ديت او الفورسز ديت؟ هقول له دي هي اللي هنبتدي احسب بيها مين؟ الفورس بتاعتي او الستريسز بتاعي او المقاومه بتاعت مين؟ بتاعت السلايدنج. بس هي المشكله بقى لو طلع لك هنا قيمه سالبه، هل هشتغل على النقطه ديت ولا هشتغل على الشكل ده كله؟ لا، الكود يقول لك ايه؟ طالما حصل عندك الشكل ده، يعني في هنا سالب
وهنا مين؟ موجب. هبتدي اخد مسافة هنا، الاستريسز بتاعي هنا قيمته كام؟ 3V على 3X، او سوري 2V او 3V على X، 3V على مين؟ على X. وامشي مسافة مقدارها قد ايه؟ 3X، حيث X طبعا مسافة مين؟ المحصلة. ويجي لي المثلث هنا، وبالتالي تقدر تحسب بي 1 وبي مين؟ 2 زي ما قلنا. طيب هعمل ايه بي 1 وبي 2 ديت؟ اقول له تعالى بقى يا سيدي، انت عايز طبعا السلايدنج الاتش اللي هي القوة اللي جاية من هنا والقوة اللي جاية من هنا، ولكن بقى اللي المقاومة عبارة عن ايه بقى؟ البي 1 مضروبة في تان ايه؟ فاي، زائد ميو، ميو اللي هي كام؟ تان دلتا اللي احنا بناخدها تلتين او كام؟ او تلات ارباع، ماشي؟ في بي 2 زائد اتش 2، بس اقول له لو سمحت بقى تردم هنا او الامام الايه الحائط قبل ايه خلفه. يبقى انا جبت ده وجبت ده، اجيب الفاكتور اوف سيفتي بتاعي اللي هو عباره عن ايه؟ الفورس بتاع المقاوم اللي هو الريزيستنس فورس على التوتال سلايدنج مين فورس، وده لازم يكون اكبر من او يساوي كام؟ 1.5. فشل بقى كده، يبقى تبتدي تغير ابعاد الايه القاعده. كده خلصت السلايدنج في الاستابيليتي، يتبقى ليا حاجتين اللي هو البيرنج كاباسيتي والشير فيلير. شكرا.